أعزائي طلبة الصف السادس ابتدائي، طلبة الدورة، اليوم عندنا حل أسئلة رياضيات. طبعا راح لها على السريع وأنتم أخذوا الفكرة، يعني أنا أقدر أحلها بس أريد تشوف طريقة حلكم الأسئلة شلون، وبعدين من نخلص حل راح أحلها لكم بالتفصيل. مثلا هنا جد الجذر التكعيبي للعدد ألف، هنا على اثنين بيها 500، على اثنين بيها 250. الميتين وخمسين ناخذها على خمسة تطلع ان 50، والخمسين على اثنين 25، والـ25 على خمسة بها خمسة، على خمسة بها واحد. من كل اثنين مشابهات، من كل ثلاثة مشابهات العفو، ناخذ واحد، لان هنا عندنا جذر تكعيبي. لو قال جذر تربيعي من كل اثنين مشابهات. جد ناتج ما يلي، هنا عندنا اعداد المقامات مختلفة، نوحد المقامات وبعدين المقام الجديد ينقسم على المقام القديم، والناتج نضربه بالبسط يطلع لنا بسط جديد. وهاي الطريقة ايضا علمتكم اياها، وهنا نجمع وبعدين نطرح بالنسبة للبسوط وللاعداد الصحيحة. السؤال الثاني، قطعتا ارض متساويتها بالمساحة الاولى مستطيلة الشكل والثانية مربعة الشكل، فاذا كان طول ضلع القطعة المستطيلة 36 وعرضها 16، جد طول ضلع القطعة المربعة الشكل. طبعا هنا شو نسوي؟ نطلع مساحة المستطيل نضرب الطول بالعرض، يعني 36 نضربها ب16، والناتج راح نسوي له جذر، نحلله جذر تربيعي، والناتج هو يطلع طول ضلع القطعة المربعة. اذكر خواص متوازي الاضلاع مع الرسم. هنا خواص متوازي الاضلاع، كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين، وكل زواياه قوائم واقطاره متناصفة. حول كسور احتيادي الى كسور الى اعداد كسرية. الاعداد الكسرية لازم يطلع عندنا هنا عدد صحيح، 23 تقسيم 7 بيها 3 ويزود منها 2، يعني 3 عدد صحيح و2 على 7. وهنا نقسم 112 على 25 بيها 4 ويزود من عدها 12 نخليه بالوسط. جد محيط متوازي الأضلاع طول ضلعي متجاورين فيه 20 و15، هنا نجمعهن والناتج نضربه ب2. هنا قياس زاوية باء أليف واو تساوي 45، يعني هاي 45 أكيد اللي بصفها راح تكملها تصير 135، وهنا الثنين تبدل تبدل الثلاثة، فالثنين أيضا 135، والواحد يبدل 45، إذا الواحد أيضا 45. زين هنا ذكرنا الاسباب. هنا جد ناتج ما يأتي بابسط صورة، هنا اول مرة نقسم وبعدين نرجع نجمع. هنا بالقسمة الكسر الثاني راح ينقلب، واذا اكو تبسيط نبسط، الثنين تروح ويا الثمانية بها واحد بها اربعة، بعدين نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. الناتج مال هاي القسمة نجمعه ويا من؟ ويا الثلاثة على اربعة، وذا المقامات مختلفة نحلل. وانا علمتكم ايضا هاي الطريقة. سبيكة معدنية على شكل مكعب حجمها 512 طول ضلعها، هنا 512 ناخذ لها تحليل مال جذر تكعيبي، والناتج هو يمثل طول الضلع. طبعا اسئلة جدا سهلة، وان شاء الله يصير لمجال وحل لكم بالتفصيل الممل، وشكرا للمتابعة.